يعني انا هاللي وياك ما يضحكني يقفني. انت مجمكل حرام. لا انا يعني سوري انا اشوفك كذاب. لا والله. لا ماكو والله. والله العظيم لا. لا تحلفين لا تحلفين. والله هي سيريس والله هذه شخصيتك. مستحيل. طيب. ما في واحد قاعد عند غنمته امه شنو يعرف للتيك توك ويعرف يعبي انترنت ويعرف يتعامل مع التليفون ويعرف شنو اوكي ويعرف إيه ياخذ اعلانات ذاك اليوم مسوي اعلان ريد بول ومسوي ما في ما يصير ما يصير والله طبيعته والله ابو جركل والله غايب بلايكته حاضرين مستحيل طبعا انا ما اسويته والله مستحيل 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 ولو يحلف لي ما صدقه حاضر حاضر يا بقر السعيد ما احب مدنيه لا تكفين حبيني شو تحبيني ما احب اللي ندرس يحبني ولا العبس عند انت الحمد لله ما تحبيني فيطلا بس حتى شعر ما الشعر كان راس كان راس كهبيه اول مره اشوف ابوي عجوز يا الحوار الله يا استغفر الله هذا ينقص لان انا عندي ثلاث خصال حميده معروفه لا اخاف ولا استحي وبايعتها يا الهرش ان بطلت لسانك وجيب سيرتي مره ثانيه لاعلمك شلون تجيب سيرتي يا الهرش وعلى فكره الاخلاق اللي قلتها هاي اخلاق امك اكيد لان شلون عرفتها يعني شلون قلت عني كذي غير شايف امك فيها السوالف يعني واذا امك استر عليها ولد لا تقعد تحكي في اعراض خلق الله اللي يخاف على عرضه ما يجيب سيرة اعراض الناس ويحترم نفسه لكن انت واضح ان لا عرض عندك ولا عندك اهل واضح انك هايت لايث هرش عموما احنا بالعشر الاواخر نخلص ويجي العيد واسمعك مرة ثانية جايب سيرتي فهمت مع السلامة او مرة بحاسب عجوز بويا ما ادري كيف صارت عجوز بويا ما شلون ما شعر في مدرسه يصلون والله جنده يا لما يصلون عليها سمطيت انت والله مره حاجه اشوف عجوز بويا